المدينة ما لها بين المدن ند وشبيه، وأعظم رجال على وجه البسيط رجالها، منبع الإسلام منها كل مسلم يرتويه، ما تمل ركاب يمتها تشد رحالها، لو يطول الدرب وعيون المدينة تحتريه، يقصر الدرب الطويل وينسي لجالها، فيها قبر المصطفى في حجرته مع صاحبه، وفيها تاريخ البطولة أساسها وأبطالها. لطيبة أشرقت بالليل أنوار، لطيبة أشرقت بالليل أنوار، ولاح منها لأهل الركب أسرار. لما هب ريح غبار، تمايل الركب لما هب ريح غبار، كأن ريح غبار، كأن ريح غبار في الركب أسرار. يا سعد رفقا لقد نلت المنى، هذا حماهم، هذا حماهم، وهذا الرجل أسرار. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا أغلى متابعين. ما بقي شيء على العيد، أعرفكم تحبوا الطيب، وإعلان اليوم من متجر الطيب مذاق الأروع، والله عارف إنكم مذوقين. طبعاً على السريع كده نعرفكم على إيش عندهم المذاق الأروع. يا حبايب، أول شيء عندهم هذه المبخرة الحائلية من جذوع الشجر، شغل يدوي، شغل يدوي نحت. في الحلقة اللي سويتها في قناتي شوفوها، هذه المبخرة الحائلية شغل يد 120 ريال. يا سلام. شايفين؟ طيب يا محبين الدهن برضو، هذه الخلطات جدا جميلة ولا تفوتكم. هذا مخلط بالعود والهيل، هذا مرة مرة عجبني. طبعا هذه المجموعة بالكامل بكم؟ هذه المجموعة يا حبايب 200 ريال. هذه 200 ريال، هذا مخلط 200 ريال. وهنا عندهم رقائق العود، شايفين هذه الرقائق؟ عود طبيعي، عود طبيعي، شايفين هذه الرقائق ب99 ريال. وهنا البكج دهن عود مع العود بكم؟ 200 ريال. مع العود بكم؟ 200 ريال. وهذا المروكي ايضا ب70 ريال. وهنا عود الفراشة 70 ريال. وهنا الزين كليمنتان محسن بنتلي، هنا هذه الريحة الفخمة. طبعا من قبل كده بخرت منها، ودحين ايضا نبخر. هذه بكم؟ 100 ريال، من اجود انواع العود اللي بصراحة جربتها. هذا هو هنا اللي محبين المسك ب80 ريال. هذه المجموعة ب80 ريال. نجرب يلا. شوفوا كيف. يلا نحط الكلمنتان المحسن بنتبي. يلا خلي عبال ما. طبعا هذه المجموعات حساباتهم، مداك تشتري عن طريق المتجر، ومداك تشتري عن طريق الواتساب، تواصلوا معهم، راح نحط لكم حساباتهم بالوصف. ايضا ما يقتصر على الطيب يا محبين الطيب، عندهم هذا التبسي اسمه التبسي المضيء. هذا التبسي المضيء للعيد، شايفين مضيء 105 ريال. شايفين هذا هو. طيب خلص؟ لا، المتجر عندهم الحافظة
الذكية. هذه الحفظة الذكية إن كان اللي داخله بارد أو حار يبين درجتها هنا. شايفين هذه الدرجة؟ حلو؟ طيب. وهذه المبخرة. المبخرة برضو الذكية 50 ريال. هنا الأعواد تحطوها تبخر سيارتك كل شيء 50 ريال. صراحة أسعارها متناول الجميع. يلا جودي، طبعا اليوم جودي اللي بصرتني الله يديها العافية. يلا جودي وريني هو. شوفوا الجمال يا متابعين، هذا شيء يستحق الشراء. يا صراحة سلام. عن نفسي كل الأشكال وكل الأنواع هتعجبكم. دقيقة شوف قامت تقلب هنا العود. شوف شايفين هذه من أساس العود، يعني إنها تطلع وتبين إنها شغل أصلي وشغل مميز. حلو شايفين. قرب يا جود هنا. يا سلام. يا وهنا الدهنة، دهن معتك شيء ما شاء الله. ايش اساس العودة؟ يعني انها تطلع وتبين انها شغل اصلي وشغل مميز. حلو شايفين. قرب يا جود هنا. يا سلام. يا وهنا الدهنة، دهن معتك شيء ما شاء الله. ايش دهن عود براشين، يعني هذه امورك بالسليم ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. هذه ب 200 ريال. شايفين هذا الباكج ب 200 ريال. بدك تهدي احد غالي عليك، هدايا قدم لوالديك لزوجتك اصحابك يعني اللي عزوا عليك، والله يستاهلوا. هذا ب 200 ريال وما شاء الله تبارك الله. شايفين هذه الباكجات. حابين تتسوقوا كذا ادخلوا على المتجر، حساباتهم في الوصف، ادخلوا تسوقوا كذا واشتروا. لا تفوتكم الحائلية، انا اول زبون، ما هي خارجة من عندي هذه ما هي خارجة من البيت، شغل يد. ولما سويت الاعلان السابق يا حسن في مباخر، يا ريتك جبت لنا من حائل. يلا تواصلوا معاهم. طبعا هذه الاسعار مع التوصيل، هذه الاسعار اللي اعطيتكم هي مع التوصيل. وادخلوا تسوقوا في المتجر. يلا يعطيكم ألف عافية وكل عام وأنتم بخير. مع السلامة.